الله الله الله، شو هاد؟ لا لا بقلك كتير كتير. الله يخليك يا اخوي ابو الزين، والله خجلتني. هلا بيقولوا التجار على اول قطعه حلوه لازم تكون من نصيب صاحب المحل، وعلى اعتبار انت صاحبته فهذا الفستان لك. لا اذا هيك بدينا ما رح نعرف نشتغل، لا بعنا ولا اشترينا، كل واحد بده ياخذ اشي بده يدفع حقه. بعدين كنت بجرب القطعه النظيفه عشان اذا لازمها اشي قطبه ولا زر ولا اشي. اصح والله نسيت، لازم نتفق مع واحد خياط يكون شاطر كتير عشان حبكه درزه لاي شيء. انا ما بعرف حدا. بعدين كان اتفقنا انه انت تشوفي لوازم المحل، يعني انت لازم تنقي الخياط، ولا قبل ما تاخذيني وتجيبيني وانسى هذا الفستان صار إليك خلاص. العاد بدفع حقه. يعني عاجبك؟ والله هو من ناحيه عاجبني، عاجبني. كيف هيك؟ طيب وهيك هيك احلى بكتير. بنفعكم عرض ازياء؟ انت اللي بتنفعي. ينفع تصوني عرضي كمان. علي جابر فوت علينا بشوش. يدق على الكتاف ورا. ما بشرفني تحط ايدك على الكتاف عبد الله. جابر شباب ايش عم تحكي؟ ولك خلص. شبني مو معك انا، شبني مع العايبه. جابر هدول الناس أكتر حدا بيحبك بعد أمك. هدول الناس مو لازم تخسرهم لو شو ما صار، لأنه إذا صار لك شيء ما بيخونوك حتى على قطع رقبتهم. ما بيخونوك. صار لازم تسمعني يا جمال. ما بدي أسمعك ولا لك يا ابن الحلال. أنا أبو الزين، مو أبو الزين اللي بيخونك. بشرفي وحياة عرضي نجوى أختي الصغيرة، والله يشهد علي كنت بدي اقول لك، بس الوالده اصرت انه هي تقول لك بطريقتها. اذا بدك ليكني قدامك وهي رقبتي، تعا ضروب اعمل اللي بدك اياه، دوسني اذا بدك. لك يا رجل، انت اقرب واحد على قلبي من اول ما اجيت على الحاره. الواحد بيقضي عمره يدور على رفيق، مو ابو الزين اللي بيخسره بعد ما بيلاقيه. أنا بدي أروح على البيت، سكري المحل. أنت طالع وليه؟ يلعن أبوكم يا ولدي الستين جحش، الله يلعن أبوكم.
الله يرضى عليكي، تهدي شوي وتتوضي بالرحمة. خلاص أنا عرفت، تعبت تعبت. ابنك انجن، بطل في براسه ولا ذرة عقل. إن شاء الله يا رب. ما بدي أهدى، لا عن حد يقول لي كلمة هيك. أنا شو مسوية شو مسوية؟ فكرت بحالي، فكرت ببنتي، فكرت أشتغل أجيب مصاري عشان ما أكون عالي عليكم. يا نجوى يا حبيبتي، جابر تعبان ونحن لازم نوقف معه. أنا اللي تعبانة، أنا اللي ما حد حاسس فيني، أنا اللي تمرمغت كرامتي في الأرض، فقر وتعتير ومزلة، ورغم هيك قبلانة أعيش خدامة تحت رجليه وساكتة وعالطالعة والناس دي عالطالعة والناس لزل زل زل. ليه؟ ليه؟ مرة نحس عليه وعلى عيلته، ومرة مش عارفة إيش، وآخر إشي بيحط بشرفي، بشرفي يا مرت عمي. أعوذ بالله، لك أنت شرفك من شرفنا. احكي الحكي هاد لابنك مش إلي. شبكوا، لك شبكوا، كلكن عم تهبوا مثل البارود، شبكوا. اسمع يا أم جابر. أم جابر، هاي أول مرة بعمرك بتناديني هيك. أنا آسفة. حقك عمي، بس والله العظيم ما عاد أقدر أتحمل، مو قادرة أتحمل. طيب لوين بدك تروحي؟ إلى الله. قلنا إن الله، بس أنا بدي أعرف شو ناوية تعملي. بدي أروح عند أهلي، ما عاد تفرق معي، بذبحوني بطردوني، اللي بدهم إياه يعملوا، ما عاد فرق معي بالمرة. وبنتك؟ لك شو صار لكم كلكم جنيتوا؟ خلاص اهدي شوي، اهدي الله يرضى عليكي، أنا بحكي معه. انجن بطل في براسه مخ، وبطل يسمع من حدا. ما انت شفتي بعينك يا مرت عمي، ما ضل غير نبوس ايديه ورجليه عشان يصدق اني ما ببيع شرفي وكرامتي، وهو مش راضي زي الحيط. طولي بالك، الله يرضى عليك يا نجم، طولي بالك. مرت عمي مشان الله خليني اروح واعمل اللي براسي، خليني اوصل عند اهلي على بكير، بلاش تعتم علي اكثر من هيك. الله يخليك يا مرت عمي. شبك حبيبي؟ كده رح تضلك ساكت هيك طول السهرة؟ ايه حاكينا وشلحنا وعينا. حبيبي ايش في؟ ايش صاير؟ احكيلي. يعني ما بعت ولا قطعة؟ ولا كني هي العقربة ما عم تعرف تشتغل؟ فش قلبك؟ أنا حبيبتك أبو زين. ولك حاج تنقري براسي مثل الجاجة، بوسة لإيدك. جاجة؟ يا خسارة، يا حيف، يا عيب الشوم، هيك الخلايق بيحكوا مع حبيباتهم؟ ولك حبك برص وعشرة خرص، قومي اطلعي مشي قومي. إيش بك أبو زين؟ إيش بك؟ ليش هيك بتضل بتتنازع علي؟ إيش عم بعمل لك؟ قومي اطلعي من وشي احسن ما ابتلى فيكي عند المساء، قومي. خلاص خلاص ابو الزين، ما راح ازعل منك، حتى لو صرت من ابو الحروف. اقوى من الشده، اهدى من السكون، اسرع من لمح العين يا عين. لك العين الطراء بتحمى وتزفقك، قومي الابري لبرا، اطلعي من وشي اعملي. والموفي أبو زين، أنا أم جابر. خير خير أم جابر، شو في؟ الحقني يا أبو زين، أنت طلعت من هون وجابر طلق نجوى من هون. لا. إيه والله. ألو أبو زين. عم بسمعك عم بسمعك عم بسمعك. جابر صاير واحد تاني ولا حد فينا بيعرف. والله يلي صاير معه مو إلي. من شان الله يا مرت عمي، هو اللي صاير معه مش صاير معنا كلنا؟ ليش ما عم ندعس على كل إشي بحجة القهر اللي ساكن فينا وظلم الأيام؟ بس جابر ما بده يحس بحدا، هو أصلا مش حاسس بحاله، ولا حاسس فيني ولا ببنته ولا فيكم. يعني الحل إنه نتركه؟ ما إحنا تاركينه،
بس هو مش تاركنا يا مرت عمي. يا اختي انا برايي بلا ما نكبر القصص كثير. يعني انا والله فكرت فيها عن جد صعبة بتخلي الواحد يشك. لا يا اخوي ابو الزين هي ما حبيتها منك بالمره. استغفر الله ما هيك قصدي. مش انا اللي بينشك فيي. بس هو لو مكرهاني ما كان شك فيني لانه بيعرفني كثير منيح. بس هو خلص مستقلع مش فارقة معاه حدا ولا حاسس بحدا. يا اختي انا برايي انه تهدي هيك وتصلي على النبي وان شاء الله بكره الصبح بنرجع بنحكي. اليوم يعني اليوم يا بنت الناس والله ما فرقت اليوم عن بكره. يعني هي جابر رح ينام ببيت ابوه وانت هون لا بتشوفيه ولا بشوفك. لا ما بدي بدي اروح. يا نجوى حاجتك جنان حتى لو بدك تروحي لبيت اهلك بدها نهار القصة. مرت عمي انا مخنوقه انت مو حاسه فيي. انا بروح بنام بالشارع ولا بضل دقيقه واحده هون. خلاصي وليه خلاصي انت زودتيها كثير وصار لازم تعرفي حدودك. نحن ما عندنا بنات تنام بالشوارع واذا انا ساكت لك مو معناتها تتبادي. يا مرت عمي خلاص طلع من البيت ما في امك عم تحكي معك. بس اذا حابه تعملي مثل جابر وتمسحي بكلامي الارض يلا اطلعي روحي. يا جماعه صلوا على النبي صلوا على النبي كل شيء بنحل. خلاص اختي يعني جابر كمان ما في منه ان شاء الله كله بنحل. يا حبيبي طيب شو هتعملي هلا؟ والله مش عارفه اشي. كل الليل ما نمت قاعده عم بفكر اذا رحت عند اهلي خايفه ما يستقبلوني. شو حكينا امبارح؟ تخيلي حالك لو رايحه وانت فاير دمك شو كان صار؟ مش قادره اصدق يا اخوي ابو الزين كيف هيك بيعمل معي؟ بعد كل شيء عملته معاه وقفتي معاه هيك هيك برميني ولا كأنه في شيء؟ وحياة راس منال مش قادرة أصدق. بدك الصراحة نحن غلطنا ما كان لازم نعمل أي شيء بدون ما نخبره. ما كان رح يوافق. يعني وهلأ وافق؟ لا بس يعني لك شو بس يا أختي أنا شو نحن الحق علينا كلنا. الحق علي وقت وافقت والحق على خالتي أم جابر وقت اقترحت والحق على الدنيا كلها لأنه بتخلف وبتزت عالم مثلنا. بس لما نطلع من جورة مفوت بطابوسي مو ملش بتعني. الله يسعد لي الصباح. اسعد صباحك أهلين أخي عصام. يا صباح الرزق والاستفتاح المبارك. يا مرحبا شرف شرف عود. لأقوم إجيت بوقت غير مناسب لأنه شايف القصة فيها حردة ولا أنا غلطان؟ طيب طيب يا جماعة أنا بعتذر برجع بعدين. لا لا أخي عصام ما في شيء يعني انت منا وفينا ما انا غريب. القصة انه اختك نجوى متقاتلة شوي هي وزوجها ومصارين البطنة بتتخانق بس محلولة ان شاء الله ما فيها شيء محلولة. الله لا يجيب زعل وعموما نحن بالخدمة اخي ابو الزين الرقبة سدادة ونحن اخوة بعهد الله. اطلب تعطى شو بيلزمك انا حاضر جاهد صلحة اي شيء خوادم للاوادم نحن. الله يديمك ان شاء الله بنعتازك بشغلة احسن من هيك. طيب أنا صار لازم أمشي. لا تأخذنا مشان الله. لا يا طيب بعدين برجع بشق عليك. المهم التراضي وصفة النفوس. على رأسي. الله يسلمك يا رب عم عصام. بتعوزي شيء أختي؟ لا يا أخوي سلامتك. أمانة الله إذا بتحتاجي شيء خبريني محسوبك أنا. كتر خيرك. ما بتأثر أخي عصام ما بتأثر. استودعناك. الله معك الله معك. درويش الزلمه كثير. يلا شو بتساوي؟ يا سيدي هذا اسمه جنان. جنان لك امي مو جنان. لا تقولها لا تقولها والله انا ما عم تعرفتك. انت مو جابر يلي انا ربيته. لك يا امي انا لك لا تقاطعني لا تقاطعني. الواحد كل ما كبر بيعقل. انت كل ما كبرت بتجن. لك ما شفتيها ما شفتيها ما شفتيها شفتها بعيوني عم تقرض جسمها على هذا الكلب ابو الزين. انت لو شفتيها كنت عذرتيني. هلا ابو الزين صار كلب ولا
كلب وستين كلب؟ يعني شو يعني؟ يعني شو يعني من بين نسوان الدنيا كلها بيقعد ببصبص على مرتي؟ شو بيسميها هاي؟ لا ما حذرت، أبو الزين شب شهم وأبو ضاي. بلا شهم بلا بطيخ، وإذا كان شهم بخليه يطعني بشرفي. لك يا أمي يا حبيبي برضاي عليك. لك ما بدي ترضي علي، ما بدي حدا يرضى علي. قضيت عمري كله عم دور على الرضا وعم بنهال وما استفدت بشي. لك بشو فادي رضاك يا؟ بشو فادي رضاك؟ ولك أنا الله غضبان علي وبدي سلم بحكمته. تسلم بحكمته إنه تطلع مرتك؟ روح بتجنني أمي، روح بتجنني. عايبة عايبة. ما فشرتنا شو أشرف من الشرف. لك لا تشككيني بعيوني، لك أنا عيوني ما بتكذب أمي. أنت لو كنتي محلي وشفتيها كنتي رفعتي المسدس ووصيتيها بأطلع. لك يا جابر يا جابر خلصت. لك يا أمي يا أمي، من بعد ما دعست علي وداست على شرفي وكرامتي وزتتهم بالطين واشتغلت بدون إذني قاعدة عم تدافع عنها، ولك عم تدافع عنها وتركتي شو بتبقى؟ ولك شو بدك يعني يكون خروف واسكت؟ بدك يعني يكون معرن على آخر الزمان؟ لك يا ابني يا حبيبي شيل هالشيطان من قلبك. وك الشيطان اني صدق وكذب عيوني، ما عم بفهم عليكي. لك امي بدك ياني صير واضي على اخر الزمان. اخي اكيد انت فهمان الموضوع غلط، الله يوفقك، ما بدنا نتربح خطيات حدا. معقوله؟ لك حتى انت لنختي عم تشكي فيني وقالك مصدقتيني؟ أمي جيبي القرآن لحتى أحلف لك عليه. لك الله يعمي عيوني إذا عم بتبلع عليها للمخلوقة. لك أنا شفتها شوف عيوني، ما حدا قال لي يا الله، ما حدا قال لي. طيب شلون شفتها؟ لك شو شلون شفتها؟ شفتها بالمحل قاعدة عم تعرض جسمها عليه، قاعدة عم تعرض جسمها هيك قدامه، هو كان قاعد ورا الكرسي عم يتصمم عليها. شو كانت عم تصلي؟ عم تدعي له؟ حدا جاوبني شو كانت عم تعمل؟ ما في شي بيناتهم، انا ما في شي بيناتهم، بس انه ليش الحركات؟ ليش الحركات؟ في مره محترمه بالدنيا بتعمل هيك انت معنا غريب؟ جاوبوني جاوبوني جاوبيني مشان جاوبيني. طبعا طبعا ما حد جاوبوني، انا ما حدا عنده جواب، ما في حدا عنده جواب. انا خلص انا اخذت قراري، ما بقى اتراجع عنه لو بدي اتعب. ماشي فايت انضرب على قلبي يتحمم انا، ولا بتفتحوا التلفزيون بتقعدوا بتتابعوا يا نصيب. سحبت ورقتي يا نصيب، ما بتعرفي بركي الله ذكي اسمه من عنده بيربحني الورقه وبيتحسن حظي بعد ما نقعد الست نجوى من عنا من البيت.